السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المشهد، نخصصها لنقاش السياسات الحكومية في مجال التشغيل على ضوء البرنامج الخاص لدعم التشغيل والتكوين والدمج المهني الذي أشرف رئيس الجمهورية السيد محمد دول الشيخ الغزواني على انطلاقه، وأعلن خلاله عن مجموعة من الإجراءات لدعم تشغيل الشباب. يسعدني أن أستضيف لنقاش هذا الموضوع الناشط السياسي الشيخ باب إبراهيم. أهلا بكم أستاذ كريم. أهلا بكم، شكرا على تلبية الدعوة. بداية، ما أهمية مثل هذه الملتقيات في خلق فرص عمل وحتى حركية وديناميكية داخل مجال التشغيل؟ شكرا جزيلا. في البداية أنبه إلى ما يتعرض له الشباب المعتقل، والذي يبدو أنه للأسف نسيه الجميع، حتى لم يعد هناك من يتحدث عنه، وأخص بذكر شباب ركيز والشاب العبيد الله الذي حكم عليه من طرف استئنافية وذيبه بستة أشهر نافذة. والأسبوع قبل الماضي كان مضرب عن الطعام، ولا أدري هل إضرابه ما زال مستمر، وهو حالة إنسانية. ونبه إلى خطورة ما يتعرض له هو وشباب ركيز. فيما يتعلق بموضوع التشغيل، من يذكر أو يتذكر برنامج تعهدات الرئيس ولد الغزواني، لا شك أنه سيرى، أو من رآه من قبل سيتذكر، أنه تعهد بخلق 100,000 فرصة عمل في مأموريته، والمأمورية 5 سنوات. وانظر إلى ما مضى من هذه المأمورية. ولكن الوزير خلال انطلاق هذا الملتقى يوم الخميس الماضي تحدث عن أنه تم خلق 48,000 فرصة عمل دائمة وأكثر من 100,000 فرصة عمل غير دائمة. إذن ربما 100,000 في الطريق حتى تكتمل، لأن المأمورية حتى الآن لم تنتصف. هذا أقرب إلى التنكيت منه إلى الحقائق. أنت تعلم أن في ظرفية خاصة تم تسريح فيها العمال بدل اكتتابهم، وحتى الآن ليس هناك أو مجموع ما تم اكتتابه في مأمورية رئيس ولد الغزواني حتى الآن حوالي 2,000 أو يزيد. دخل على الخط اتحاد أرباب العمل وتعهدوا بأرقام لا تقل عن الأرقام التي تعهد بها الرئيس في برنامجه، وأظن أن ذلك الجبل من الوعود، وعود الاتحاد يتمخض عن 400 فرصة عمل موزعة بين السائقين وعمال البناء، ولا أعرف لهم في الأصل كانوا يشتغلون في تلك المؤسسات، وأنت تعرف كيف يتم الالتفاف على مثل هذه الأمور. على كل حال، ولكن الآن الوزير تحدث في خطابه عن معطيات وعن أرقام، التشكيك في هذه الأرقام يجب أيضا أن يكون انطلاقا من معطيات معينة. من أين أتابع هذه الأرقام؟ الأرقام موجودة، أي مسابقة يتم الإعلان عنها، وهذا إجراء من نعم طبيعي. هذا أحد بوابات الاكتتاب وليس كلها. صحيح، لكنه البوابة الرئيسية للاكتتاب. غير منطقي أن تكون البوابة الرئيسية دخل منها 2,000 في الوقت الذي تم تسريح الكثير من العمال في الجائحة، حتى من طرف أكبر الشركات والكبرى والمتوسطة وحتى الصغرى، حتى مثلا لا يعد غروف مثل هذه وإمكانيات مثل الإمكانيات الموجودة عند الدولة الموريتانية محاولة خلق فرص عمل، ونحن نتحدث عن 48,000 فرص عمل، هو إنجاز بمستوى التحديات التي واجه سوق التشغيل. هذا فوق الإنجاز إذا كان صحيحا، لكنه في الحقيقة أقرب إلى التنكيت كما قلت لك. والتدخل الذي حدث في هذا المجال كان تدخل أعمى للأسف، ولم يضع بأولويته مجال التشغيل والحفاظ على عدم تسريح العمال الموجودين بالأصل في سوق العمل. مثلا التدخل في الدول التي لديها رؤية تحاول بها منع تسريح العمال، مثلا فرنسا، كان هناك دعم لمؤسسات للشركات، وكان مشروطا بعدم تسريح عمالها وعدم وجود مزيد من تسريح العمال. عندنا مثلا التدخل الذي حصل كان في أي مجال؟ كان بشكل عشوائي للأسف. 80 مليار صندوق كورونا ذهبت دون أن يكون لها أي أثر، لا في مجال المحافظة على
وظائف ما كانوا يشغلونها، ولا هي امتصت جزء من البطالة الموجودة والمنتشرة بشكل رهيب في الأوساط الشبابية. ونحن بالطبع ما نقول الأوساط الشبابية، نحن مجتمع شاب معدل الأعمار 55-60 سنة، يعني أن الشاب الذي يصل 20 سنة بدون توظيف ثلث عمره مضى بدون توظيف، الشاب الذي يصل 30 سنة بدون توظيف نصف عمره مضى بدون أن يوظف، وهلم جرى. بالتالي كان التدخل أقرب إلى العشوائية، ولم يراعي هذه المشكلة الخطيرة في التدخل. لم تخلق مثلا مؤسسات ذات رأس مال مختلط يمكن ومطلوبة في اقتصاد مثل اقتصادنا ودولة مثل دولتنا تنتشر فيها البطالة. والمشكل الرئيسي والعائق الأول للتنمية في موريتانيا هو حجم البطالة، ماكينة مجتمعية متعطل نصفها الكبير. لما تتحدث عن أرقام البطالة أرقام مرعبة، الأرقام الرسمية تتحدث عن ما فوق 30%، أرقام غير رسمية تتحدث عن أكبر من ذلك. عندما تجد النوادي التي تجمع حملة الشهادات العاطية عن العمل بالآلاف ربما بعشرات الآلاف، أحدها يضم 16,000 على ما أعتقد. نعم، ولكن في ظل هذه الوضع وهذه الأرقام القياسية وحتى الأرقام التي تقدمها للجهات الرسمية، أيضا تم خلق برامج سواء نتحدث عن مشروع مستقبلي وغيرها من البرامج الدعم التي قدمت للشباب وخلقت فرص عمل وحتى فرص عمل لطواقم أخرى مساعدة لهؤلاء الشباب. شكرا على ذكر هذا المشروع، وبالمناسبة أسجل تعاطفي وتضامني مع أصحاب مشروع مستقبلي الذين تم سجنهم بالأمس عندما أرادوا أن ينظموا وقفة سلمية أمام قصر المؤتمرات تزامنا مع النشاط الذي حضره به رئيس الجمهورية. وبدل أن يقابلوا أن يستمع إلى مظلمتهم وإنصافهم سيقوا إلى مفاضي تفرق زين اثنين وظلوا بها حتى المساء وحتى انتهى النشاط. مشروع مستقبلي هو مثال على التخبط الذي تعيشه الحكومة فيما يتعلق بالتوظيف أو خلق فرص عمل، مع أنها هذا النوع من التدخلات حسب كتاب أصدرته منظمة العمل الدولية في 2017 غير مجدي، يمكن أن يكون حل جزئي. وعادة المستهدف به هم أشخاص من نوع معين وليس ولا يواجه به مشكلة التشغيل بصفة عامة. مشروع مستقبلي برهان على الفساد، على التضليل، على التدخل الأعمى. في البداية قالوا أنهم سيأخذون 750 مشروع في هذه النسخة نعم. مشروع مستقبلي 750 بتمويلات حد أدنى 1,500,000 حد أعلى 5,000,000. شاءت الأقدار أن يتقلص العدد إلى 600 أو 603 بشكل دقيق. لوائح غير معروفة، لم يعد هناك من يعرف هل هو ما زال من بين من انتقتهم اللجنة، وحدثت فيها محسوبية للأسف. وأعطيك مثال صاحبته تكلمت عن إحدى الشابات المشاركة في البرنامج، رفضوها بعد أن تم قبولها وتجاوزت كل المراحل، جاءت في العدد الذي نقص من العدد الأصلي، والمبرر أنها تملك دبو بريك. والغريب أن لها زميلة متقدمة معها عندها. لا، هم أعلنوا عن 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 مجموعة تنقيب على معايير معينة وحتى يمكن الاطلاع عليه والنتائج منشورة، لأنه تم تصنيف الناس حسب المعدلات. هناك معدل خاص بتقديم المشروع كفكرة ومن ناحية النظرية، وهناك أيضا معدل خاص بالمقابلة. إذن هذا شيء معروف وعادل لحد ما. الآن المشكلة الرئيسية التي تواجه من تم اختيارهم الآن أو من المفروض أنه تم اختيارهم لأنهم تجاوزوا كل المراحل حتى مرحلة المقابلة، ومع أنه الآن ونحن نتحدث هناك من تم إقصاؤه بالمقابلة،
لأنه لم يحصل على المعدل المكمل. حتى بالمقابلة هناك نعم. أيضا مقابلة جديدة قيل أنها ستشمل ولايتين نواكشوط، وأنها ستجريها لجنة غير اللجنة التي أجرتها من قبل، ستجريها لجنة من بروكابيك وليست اللجنة التي أجرتها. هذا المشروع شابه ما شابه، في النهاية أصبح هناك أمام تسريبات تتحدث عنها تمثيلية ولا يعرف إلى أين، مع أنه رقم ضئيل مقارنة بحجم بالأرقام الحقيقية للبطالة، بطالة بعشرات الآلاف، مشروع مستقبلي. ولكن نحن نتحدث عن مشروع يمكن أن يوظف على الأقل 1500، لأنه المفروض كل مشروع فيه 3 وظائف. جيد جدا. حسب النسخة الجديدة متحورة من مشروع مستقبلي، أصبح الشباب المعنيين بالمشروع يرفضون الفكرة، لأنه تم نقص الرقم الذي كان محدد للتمويل، خصوصا الحد الأدنى، من 1.5 مليون إلى 1 مليون. بربك 1 مليون، هل يمكن أن توظف شخص واحد؟ أحرام توظف 3 أشخاص؟ هذا غير منطقي، هذا غير منطقي. بالأمس تم الإعلان أيضا عن ما يشبه الإسعاف الأولي، وهو منح للخريجين حديثا مدتها 6 أشهر. ومثل هذه الأمور سيعيدنا إلى ما قلناه عن ما حدث مع صندوق كورونا 80 مليار. ما هي القيمة المضافة التي أضافتها هذه 80 مليار للاقتصاد؟ ما هي فرص العمل التي خلقت؟ أي تدخل من الدولة في مجال البطالة يجب أن يراعي عدة مسائل، وأولها ما هي الفرص التي سيخلقها هذا التدخل؟ 15 مليار. هناك عدة اقتراحات جيدة، خلق مؤسسات ذات رأس مال مختلط، شركات، مركز اتصالات، أي شيء يخلق فرص عمل دائمة أفضل من هذا التخبط، خصوصا أن ضخ مزيد من الأوقية في دولة عملتها تشهد تدهور خطير لا يعرف سببه حتى الآن، في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن ذهب بكميات معتبرة يدخل إلى البنك المركزي ولا ينعكس إيجابا على قيمة الأوقية. طيب. يعني ضخ مزيد من الأوقية، يعني مزيد من تدهورها في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من تدهور خطير للقوة الشرائية. يعني نعم. أنك طيب. جيت لي الطب وكت عينه، هذا هو ما يحصل الآن، تخبط بعد أن مضى أكثر من نصف المأمورية، تعهد صاحبها وقال بعد ذلك أنه مجرد شعور، يعني وهو ما يفيد تلكؤ أو تراجع عن التعهد. طيب. تعهد صاحبها بخلق 100,000 فرصة عمل، والآن مضى أكثر من نصف مأموريته والحال على طبعا قرر. سنواصل هذا النقاش حول الآليات والمجالات وحتى المنهجية عندما نتحدث عن مجالات من التكوين والدمج المهني بعد فاصل قصير. مشاهدنا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل هذا النقاش في برنامج المشهد، ابقوا معنا. يمكن الحد من انتقال العدوى للآخرين إذا اتبعنا الإجراءات الاحترازية الموصى بها صحياً إن شاء الله. إذا اتبعنا الإجراءات الاحترازية التالية قد يقي ذلك من الإصابة بفيروس كورونا. تجنب لمس الأنف والفم والعين باليد قدر المستطاع. المحافظة على النظافة العامة للجسم والحرص على نظافة الأرض والأسطح وتعقيمها، واتباع عادات صحية مثل تناول الغذاء المتوازن وأخذ قسط كاف من النوم لتعزيز مناعة الجسم وتقويته. غسل الخضار والفواكه جيدا قبل تناولها، وتجنب المخالطة والاتصال المباشر بالأشخاص المصابين بهذا الفيروس. استخدام الكمامات لتغطية الأنف والفم في الأماكن المزدحمة للناس. غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بشكل دائم أو باستخدام المعقمات.
عزل الشخص المصاب بالفيروس في غرفة خاصة والابتعاد عن استخدام أدواته وأغراضه الشخصية بشكل كامل مثل الوسائد والأغطية وفرشاة الأسنان وأدوات الشرب والطعام والمناشف. تجنب التواجد في أماكن وجود الحيوانات وخاصة. أهلا بكم من جديد في الجزء الثاني من برنامج المشهد الذي نناقش فيه السياسات الحكومية في مجال التشغيل مع الناشط السياسي الشيخ بابا إبراهيم. أهلا بك. الرئيس خلال الافتتاح كان هناك لقاء مع بعض الشباب حول عوائق الولوج لسوق العمل، ما أبرز هذه العوائق برأيك؟ شكرا. هذه العوائق مشخصة مسبقا. أولا مساواة في الولوج إلى التوظيف بشكل موضوعي، موائمة التعليم العالي والمهني مع متطلبات سوق العمل، تكوين المكثف للشباب من أجل الولوج إلى الوظائف خصوصا التي يحتلها الأجانب بموريتانيا، وتنفيذ مدونة الشغل والاتفاقيات في هذا الصدد، ومشكل الحقيقي هو انعدام المساواة وانعدام الشفافية في الوصول إلى سوق العمل. أصبحت بموريتانيا يوظف يأخذ ابن الجنرال مكانه، ابن الوزير مكانه، ابن الشيخ مكانه، ابن الوزير مكانه، ابن النائب، ابن العمدة. أصبحت هناك نوع من توريث المناصب، وهو يشكل عائق حقيقي وعائق كبير أمام الشباب الحاصل على مؤهلات تمكنه من الولوج إلى سوق العمل. كما أن تقاعس الدولة وعدم وجود رؤية لامتصاص البطالة، رؤية حقيقية، الدولة تتدخل من أجل توجيه مجال الاستثمار وخلق فرص العمل، وهي الراعي الرئيسي في هذا المجال. حين يكون تدخلها يحدث بشكل عشوائي وبصفة انتقائية، حين تكون هناك تعيينات مثلا، حين تكون هناك فرص مهمة معروف مسبقا، ولكن فيما يتعلق بهذا الجانب في المجالات والآليات المتبعة، طبعا هناك تعاون مع مختلف الشركاء، هناك اتفاقيات تم إبرامها، سواء أشرت في البداية إلى جهود أرباب العمل، هناك تعاون مع مختلف مع شركاء متعددون من أجل تجاوز هذا الإشكال. شكرا. هؤلاء الشركاء مجرد إدارات أو مؤسسات تابعة للجهاز التنفيذي، وهي من يتدخل بها ومن ينصب بها، من يضمن تبعيته وولائه، وهي مجرد جزء من الهالة الإعلامية والتمثيلية أو المسرحية التي يخدر بها المواطن والشاب الطامح إلى فرصة عمل بين الحين والآخر. ما قدم هؤلاء؟ ما هي القروض التي تقدمها البنوك اليوم حتى للموظفين أو لأصحاب المشاريع، حتى من عندهم ضمان؟ ما هو دور هذه البنوك في التنمية اليوم؟ وطبعا ليس حفظ النقود كما يتم التنكيت به سابقا. هذه الشركات من توظف؟ هل تحترم اللوائح ومدونة الشغل في توظيفها؟ هل لديها عمال دائمون؟ هل لديهم ضمان صحي؟ هل لديهم الحق في المعاش؟ طبعا لا. هؤلاء الشركاء جزء من منظومة فاسدة يعاني منها الوطن على مختلف مستوياته، وأول هذه المستويات هو البطالة التي يعاني منها الشباب وتتفاقم ونتائجها كارثية. أنت تعرف أن شباب لا يعمل وليس لديه أمل، ودول ينخرها الفساد،
أن هذه الأسباب تجعل دوما أي بلد تتوافر به معرض لا قدر الله للتفكك، للتحول إلى دولة فاشلة، وبجانبنا أمثلة كثيرة على حدودنا من كل الجهات الأمثلة على ذلك، وهو ما يملي بشكل ملح وبشكل ضروري اتخاذ إجراءات تحيي الأمل في الشباب من خلال اكتتابات كبيرة، ومن خلال المساواة في الولوج إلى سوق العمل والشفافية في الاختيارات. كم مثلا من لائحة الآن دخلت ظلمة، ما معروف منين صادر، لأنها كانت جاءت أفرزها اكتتاب، ووضعت معايير لاختيار أصحابها، ودوما مثل تلك الطرق لا تأتي بمن يراد لهم أن يتبوأوا مناصب معينة أو يلجوا إلى وظائف معينة، وهذا أكبر عائق يواجهه من يريدون دخول سوق العمل من الشباب، وحتى من تجاوزوا سن الشباب. في موريتانيا تجد من تجاوز 40 و50 وهو ما زال يبحث. نعم، نحن دائما نتحدث عن الاكتتاب مرتبط، دائما نتحدث عن الاكتتاب، ونعلم انه مرتبط دائما بمستوى دراسي معين، ومرتبط بمستوى ما من الشروط متعلقه بالكفاءه والخبره، ولكن ايضا الوزاره استطاعت ان تخلق فرص عمل لاشخاص لم يكن لديهم، لم يحصلوا على فرصه لاكمال دراستهم، وحتى لم يدرسوا اصلا. هذا ربما يعتبر انجاز، لانه ما نتحدث عن تركيز على التكوين المهني، تفعيل هذا الجانب ايضا قدم فيه الوزير جانب. هناك قطاعات ونحن ما زالت تركيبتها فينا بشكل بدائي، وتمتص في العاده غير المتعلمين او غير الحاصلين على شهادات عليا. نعم. مثل قطاع الاشغال العموميه، مثل قطاع الزراعه، وانت تعرف وضعيه التي يوجد بها الآن قطاع الأشغال العمومية، كم مثلا من طريق لم ينفذ، تجاوز الأجال المحددة لتنفيذه، تم تجاوزها بدون أن ينفذ، وآخر مسرحية يطل علينا بها أصحاب النظام هي ما قاله الرئيس رد القزواني قبل يومين إثر اجتماعه ببعض من وزرائه حول التأخر في تنفيذ بعض الأشغال في قطاع الزراعة. نحن وصلنا إلى أمن غذائي عندما يغلق معبر القرقرات، أو يكون هناك هيجان لموج البحر، يصل كيلوغرام البصل وغيره من إلى 1000 أوقية مثلا، هذا غير منطقي، لا يوجد بناء أمن غذائي، ولم نخرج بعده من جائحة أعطت درس مهم أنه لا بد من الاعتماد على الذات في الأمور المصيرية، والتي لا بد أن يكون البلد له اكتفاء فيها، خصوصا المجال الأمن الغذائي مثلا. في المجالات الأخرى التي يتم بها امتصاص المتعلمين، نحن رأينا الحكومة تزيد سن التقاعد، بدل ما كان 60 جعلتها 62، تتركوا متقاعدين بوظائفهم دون التعيين آخرين، تأخذ مومياوات خدم بعضهم أكثر من 60 سنة من انتشاء الدولة وحتى اليوم، ولم يقدم أي شيء، ومع ذلك ما زال يتم تدويرهم بدل من إعطاء فرص للشباب الحاصل على الشهادات العليا والذي يعاني من البطالة ويكاد يفقد الأمل، وفقدان الأمل خطير. هذا جزء من التحرك الحقيقي الفعلي، وليس الأرقام الزائفة والكاذبة والوهمية التي تقدمها. هذا هو الجزء الحقيقي من الصورة. نعم. أن الخطوات الحقيقية التي تتخذها الدولة في هذا الصدد هو تدوير المفسدين، مومياوات خدموا لأكثر من 60 سنة ولم يقدموا أي شيء للوطن، يتم تعيينهم في كل اجتماع مجلس وزراء في كل مثلا، وحتى أنه في مذكرة عمل في إحدى أكبر المؤسسات هناك تعيين لشخص رحمه الله لم يعد موجودا.
نسأل الله له الرحمة والغفران. مثل هذه الأمور هي التي يعاني تقريبا هناك مؤسسات بها آلاف العمال خدموا لعشر سنوات 15 سنة أو أكثر ويطالبون بالتقسيم، مع ذلك يكاد يرسمون. ما دام هذا حال من خدموا لعشر سنوات 15 سنة والمؤسسات التي يخدمون بحاجة هي بحاجة إليهم، لأن مثلا في السنداء والسمالك مثلا هنا تتحدث مع أحدهم يقول لك لا هناك شخص معطي له هذا الأمر ولا يستطيع مدير ولا يستطيع أحد أن يتخذ. ما سياسات تشغيل يراعى فيها آلاف الناس بدون ضمان صحي بدون أي تأمين، يتركون في الشارع جورنالية لمجرد أن هناك شخص نافذ يأخذ على ظهورهم ملايين أو المليارات. هذه هي السياسة التي تتبعها الدولة في هذا المجال، ويبارك النظام ويسكت عليها. طيب شكرا جزيلا لك الناشط السياسي الشيخ باب إبراهيم، شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام على متابعة هذه الحلقة من المشهد إلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.